مساء الخير الأحباب والأصدقاء وجميع ما كان عندنا في القناة. شاركت معكم هذه الأمسية ديال الجمعة، كيف ما كتشوفوا هنايا القضية والمعن وكل شيء كاين فوق الكوزينة، في الكوزينة كل شيء مرون. كيف ما شفتوا شاركت معكم هذه العشية، غادي نجمع معكم شوية الكوزينة وغادي نجمع معكم واحد الحويجات إن شاء الله غادي نحتاجهم في هاد الفين دي سيمانا الحد. غادي نجمع معكم الحويجات اللي غادي نمشيو نخيمو بهم في الحد ان شاء الله باذن الله. كيف ما كتشوفوا هنايا كاين الطحين، الطحين ديال الشير ديما داخل في الفيديو، في الفيديوهات كلهم تقولي بحال اللي راني كندير له الاشاره. الناس اللي كيعرفوش الطحين ديال الشير الا انا. المهم كيف ما شفتوا هنايا وريتكم الحويجات، وهنا غادي نبدي نجمع معكم الماعن. هنا خرجت الماعن من الغسالة، خرجت معكم الماعن هنا من هنا من الغسالة ديال الماعن. شاركت معكم واحد المقطع صغير، غادي نخرج من هنا الماعن وغادي نعمرها بالمعينات اللي راهم عندي تما كاين مسخين. راه غير كتبان هذاك الشيء هكاك مرور، ما عنديش بزاف ديال الماعن، ما عنديش بزاف ديال الحوايج. كيف ما شفتوا هنايا جمعت كل شيء، هاني جمعتهم درتهم في الغسالة وجمعت البوطاجي، جمعت الحويجات اللي غادي نحتاج. كل شيء الحوايج اللي نحتاجهم. شويه هنايا كنت غسلتها، هاد شويه صغيره كانت شويه كان خصني نغسلها، غسلتها وحطيتها انا ما كيف ما شفتوا. وهنا حطيت جميع الحوايج اللي غادي ندي باش ما ننساهمش. وهنا كيف ما كتشوفوا هانتوما درت هنا شويه ديال الدقيق ديال الشعير والاخر اللي كامل بالنخاله ديالو الدقيق الكامل. هنايا درت الزيت في القرعة، زيت الزيتون، الكمون عندي تما كاين شوية ديال الكمون في داك الألمنيو، والخمارة، الميكات الباسورة، الألمنيو، البابيل ديال الفران، هاداك باش كيشعلو الفاخر. هنايا كيف ما شفتوا هزيت معايا هذوك الكاطويات على سبت ما نعرف نحتاجهم للدراري الصغار ولا شي حاجه. اصليا انا ما كيعجبنيش نخرج للدراري الصغار الخلا الحوايج ديال السقايط، شي حاجه ديال الشيكولا ولا شي حاجه. المهم خرجت غير دوك الكاطويات على سبت الا درنا شي كاس ديال الاتاي ولا كاس ديال القهوه ربما نحتاجوهم، معليش. المهم نديوها بسكر. كيف ما شفتوا هنا الخضره ديالي كامله، دنجال، ليمون، خيزو، كاين اللي كيقول له زروديه، كاين اللي كيقول له خيزو. كيف ما شفتوا الفول، المهم الخضره ديالنا كامله، البطاطا، الحلوه، خيزو، كل شيء. وهنايا كان الحوت في السبيره، كانت حوته كبيره وكان واحد شويه ديال الحوت غير صغير. وفي هاد السبيره ديال الدجاج جمعت فيها جميع الملتزمات ديال اتاي. كيف ما كتعرفونا حنا المغاربه وكثر الجهه الشرقيه معروفين باتاي. انا درت النعناع، جمعت فيها كل شيء، النعناع، السكر، اتاي، واحد جوج قريعات درت فيه، واحده درت فيها الزعتر، واحده درت فيها الزعتره. المهم كيف ما شفتوا هادو هما هنا الحويجات اللي نحتاج حطيتهم. نقدر نكون ناسي شي حاجه، غادي نبقى ملي نكون نجمع في السيكان نتفكر الحاجه اللي نسيتها نزيدها. جمعت معلقات فريشطات، ديك المعلقه ديال الخشب على سبت العسل. مهم كيف ما شفتوا الزريعه ضروري كثره في الخلا، في الطبيعه كتجي زريعه زوينه بنادم كيستمتع بها. انا جمعت الخضره ديالي في هاد البانيو باش اصليا هاد البانيو غادي نحتاجه نقطع فيها خضره ولا شي حاجه. كيف ما قلت لكم ضروري كنت ناسيه شي حاجه. هنا جبت البراريد اللي غادي نديهم نحتاجهم، درت واحد ديال اتاي والبريقه ديال القهوه العصاره والبريقه هذيك البريقه الصغيره ربما نحتاجوها نفيضوا فيها الحليب ولا نسلقوا فيها البيض ولا ما نعرف. المهم عاوتاني هنا كنت قلت لكم مشينا للديكاتلون على سبت شي حوايج، ولكن ما شريناهمش من الديكاتلون، كنا خديناهم من امازون. خدينا السيكان هادوك اللي كيخيموا فيهم، اللي كيديهم معهم اللي كيمشيو يخيموا احسن من الكاشات. كيف ما شفتوا تما خدينا ربعه
رجلي واحد ليا واحد لي وليداتي، وهذيك اللي في الميكال الكبيره هذيك الكامه اللي كتنفخ في البومبا ديالها كتولي كامه على من كينعسو. المهم هذه هي الامسيه ديالي اللي شاركت معكم، وبسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.